السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل زمان وفي كل مكان. درسنا في الأخلاقات السلوكية والسلوك الأخلاقية اليوم يتحدث عن الحماقة وعن الكبر. كنت في زيارة إلى باكستان في مطلع الألفية هذه، وبعد أن انتهت زيارات المدينة توجهت إلى مطار إسلام آباد الدولي وكنت متأخرا قليلا، فاستوقفني ضابط الأمن دون الآخرين وطلب مني فتح حقيبتي لتفشتها، فتشتشت غضبا وبدأت أصيح بصوت عالي: لما أنا الوحيد دون هؤلاء؟ لماذا اخترتني أنا دونهم؟ فتعجب الجميع لصوت المرتفع هذا، ثم أخذت حقيبتي في دهشة الجميع ومشيت، ولم يعاملني ضابط الأمن بهذا السوء من الأخلاق. ثم تابعوني زملائي، ثم يهدئون من روعي قائلين لي: هذا من حق الضابط. فانصعت إليهم صاغرا، وهذا تصرف غير لائق على الإطلاق. وفي زيارة أخرى لألبانيا في نهاية التسعينات من القرن الماضي، كنت في العرب مع زميلي الأستاذ طارق وهو مدير المكتب هناك في ذلك الوقت، وكنا كانت عربتنا تصطف في صف طويل من العربات منتظرة العبور في هذه النقطة الأمنية. ثم جاءت من خلفنا عربة ذات دفع رباعي مسرعة تخطت الجميع، وكان سوقها شاب ألباني في ذلك الوقت. فخرجت من العربة مغاضبا ماهرا له ولفعلاته الشنيعة هذه، فجاوبني باللغة الألبانية التي لم أفهم منها شيء، والتي جعلت زميلي طارق الذي لم يترجم لي ما قاله هذا الشاب. فقال له طارق: والله باللغة الألبانية إن مسست الدكتور لأفعل بك الأفعيل. وانتهى الأمر بالتصالح في بلد لم يكن فيها قانون، فانتصر الشاب الألباني علينا جميعا. الدرس المستفاد هنا الغضب والحماقة لا تجعلهما يتحكمان في نفسك إذا تعرض لمثل هذه الأفعال في هذه الأماكن. نمرة 2 الدونية والعلوية. قد يشعر المرء منا في بعض الأحيان لأنه أو لأن جمعياته تساعد أهل هذه البلد الفقيرة فهو فوق القانون، وذلك في حالة باكستان، وعلى الآخرين يتعاملون معه بطرق فيها استثناءات لما يجلب لهم أو تجلب لهم جمعيته الخيرات، ولا يدرك هذا الشخص اللي هو أنا من أمثالي بأنه يترزق من المال المتبرع به لهؤلاء الفقراء، أي أن الأصل أن يكون المرء منا ممتنا شاكرا خادما لأهل هذه البلدة من الفقراء. النقطة الثالثة الجهل بالثقافة المحلية والتركيبة الاجتماعية، وذلك في حالة ألبانيا. كان يسيطر على العديد من القرى والمدن الألبانية في هذا الوقت انتشار العصابات المسلحة وما نسميهم بالبلاطجة أو ما يسمونهم السوريين الشبيحة، وأن الناس كانت تخشاهم وتخشى ظلمهم وبأسهم، خاصة وأنهم كانوا مسلحين. فكانت انتفاضتي الجاهلة والغير عاقلة لا تتمشى أبدا مع ثقافة هذا المجتمع الحديث الولادة في ذلك الوقت، وكان من السهل جدا على هذا الشاب في غضبه أن يستعمل السلاح ويطلق على النار كما ذكر الناس فيما بعد. الدروس المستفادة هنا: لابد أن يكون لدينا اللطف والحلم واللين ولكي نؤثر الناس، فكن حكيما وإن أردت أن يستمع الناس لنصائحك. الأسلوب الذي لا يغضب الآخرين هذا من جهة، وأما من جهة أخرى فهو درس في الدونية والعلوية. الدونية والعلوية أقول عنها هنا: فإن كنت أنا في دولة أوروبية أمريكية أو عربية واستوقفني شرطي في المطار، فكنت سأتعامل معه كما تعاملت مع الشرطي أو رجل الأمن في باكستان. إن الدونية والعلوية أيضا ثقافة لابد أن نزرعها داخل أفئدتنا لكي لا نعرض أنفسنا لهذه المهاترات ولهذه المخاطر، فلابد أن نكون لطفاء لينين حليمين حكماء في تعاملنا مع الجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.